بونجور تو الموند، نسلم على الناس الكل، تونسي جزائري مغربي مصري، نمبورت كيل اوريجين، عربية كيما احنا نقولو نحنا، يلوج على طرق باش ينجم يخرج لبرا من بلادو باش يلقى حظ. نبدأ مثلا نحكي على تونس، انا بحكم اللي انا تونسي، كلنا نعرفوا اللي ميزانية اي عبد تونسي ما ينجمش يوفر لولده حكاية باش يخرج يقرا لبرا، كونت بلوكي أقل حاجة 15 مليون 20 مليون، اخطى برشا مصاريف أخرى، وينجم كيما يلقى حظ وكيما ينجم ما يلقاش. يعني أنا ليا أنا حكاية ماهيش مضمونة، فما برشا طرق. أول حاجة لازم أي عبد يسمع في الفيديو هذا ينحي من مخه فكرة اللي الخروج من بلاده حكاية صعيبة برشا، والأوروب ما هيش حاجة كبيرة، تنجم تمشي حتى لأميريك، تنجم لأستراليا، تنجم لبي سكوندينال، لبي أزياتيك، كل شيء سهل، ما فما حتى شيء صعيب. وعباد ما عمري ما قرأت ووصلت، أنا بحكم تجربتي قاري، نجم نقول لكم اللي أي واحد يقرأ ويخمم مش نهار آخر ينجم يخرج يقرأ لبرا ويبني حياته، راهي مزمر عليك، كأنك باش تتبع على قراية ما تنجمش تخرج من بعد. خاطر نهار اللي يعطوك دبلومك حتى فيزا توريستيك انت تولي ممنوع عليك، هذا ياخذها من عندك 100%، يعني حكايه سيور قاعد نحكي فيها. الحل الاولاني وهو اسهل حل، اي واحد مازال يقرا اتيديون بروميير اني دوزيام تروازيام نامبورت كيل نيفو، لو بلوز امبورطون اتيديون. الاتيديون كيفاش ينجم يخرج؟ سهله برشا، تنجم تخرج جيم مثلا في وسط العام كما نحن نقولوا، تمشي لاجونس دو فواياج، تقدم الدوسي نتاعك اللي انت مازال تقرا اللي انت اتيديون حابب تخرج فاكونس اون سيمين دو سيمين، اون فيت تقدم اللي انت كما نقولوا نحن تقرا شهادة حضور من الفاك نتاعك ولا من ليكول اللي انت تقرا فيها، تصرف قرابة 1200 أورو ما ليكيد، هذوكم كيما نحنا نقولو نحنا شفتو اللي انت خارج فاكونس وخارج مش يعني باش تصرف، نحنا نقولو نحنا نتاع جمعة اون سيمان. ومن المحبذ انت وقت اللي باش تقص مع لاجونس واللاجونس باش تقص لك في الوتلة لبرا، من المحبذ مثلا انت ما تقص الجمعة كاملة في 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 نفس الفيل، خاطر هكاك نجمو نشكو فيه. ورد بالكم لا تصرف فلوس اكثر من 1200 أورو، خاطر هما كان باش يفيقوا بيك انت خارج جوست على جمعة سومان فاكونس مصرف 2000 3000، ما ظاهر يعني عبد ماشي باش يحرق باش يفصح، هذاك يعني تجيب شبهات الروح. وبرش عباد نعرفهم انا شخصيا رفضوا لهم الفيزا نتاعهم. قلنا نحنا تقص بيي دافيون، تعمل ريزرفاسيون دوتيل، راح نقولوا نحنا مثلا فرنسا باري، عندك يعني برشا بلايص سياحيه، برشا متاحف، برشا حاجات معروفه يعني. و لو بي ماغريبان جينيرال اون اي دي فرانكوفون، سافي دير الفيزا لينا نحنا اولى من مصري، خاطر المصاروة يتعاملوا بحكم الاحتلال وحكم قبل مع لانجليتير مع لاميريك لو كونترير. اي تونسي مثلا يقدم على فرنسا على ايطاليا على اسبانيا، هذوما من احسن الدول يعني نجم تقدم منهم ويوفقوا لك، هذه مضمونه بحكم التجربه بحكم يعني بحكم برشا صحاب، هذه تنجموا تعملوها من اسهل الطرق. قلنا عملت حجز مع اجونس دو فواياج اون سيمين فاكونس، فاكونس كما قلت لكم نجم تعمل بلانينغ نتاعك، مثلا انا تونسي باش نقص مثلا من تونس ولا باش نقص من الجي ولا باش نقص من مراكش طالع على باري مثلا، تنجم اسبانيا ارخص وفيها زادا برشا شوا، تنجم على ايطاليا، مي نحنا نحبذو ديما فرنسا، يعني هذيك عندي انا بوابة لوروب. قصيت تعمل بلانينغ كيما نقولو نحنا في اليوم الفلاني نخلط لباري، نقص مثلا في اوتيل مثلا نقول نحنا جينيراتور باري ولا اي اوتيل اخر، شنو نعمل لهم بلانينغ اللي انا ماشي باش نعمل دي فيزيت
في متاحف في اللوفر نقولوا نحن، ماجي باش نحوس الشونزيليزي، ماجي باش نشوف التوريفيل. يعني عندك الشوا، تعمل لهم مثلا بعد 3 ايام اخرين بلانين كيما نقولوا نحن، طلعت لبروكسل، بعديك بعد 3 ايام اخرين بلانين طلعت لامستردام، ولا تنجم في نفس البلاد في فرنسا، وتعمل مثلا كل 3 جور كل 4 جور يعني في فيلا اخرى هكاك، ما يشكوش فيك. يعني ظاهر عبد فيزيتور توريستيك، يعني ماشي باش يعرف في فرنسا ويعرف الحضارة ويعرف المتاحف والريق هذاك. باهي، في الناحية هذه الفيزا نتاعك كان مضمون لك، مضمونة 100%. باهي، بعد انت مخرجت خويا غاديك، انت وراسك كانك بالرسمي فحل وراجل، وتحب تعرف الدنيا وتحب تعمل العط وتحب بالرسمي تعيش حياتك، لازمك تقعد غاديك. صحيح بكانك تحب ترجع على بلاد الميزيري والهم، ارجع. يعني ايش نغمو فيك نحنا ذي كان يكروحك. وننصح اي عبد يدي يدبك لا تقرا قراية زبي، قرينا وخلطنا على حد شي في بلاد هذيك. مي اون فيت الفحولة اللي تخمم باش تخرج وتنتج وتعيش البر، خاطر بلادنا ما فيها حد شي، وما فيها ما يتشاف وما فيها ما تصور، باش تخرج عندك الفامي. كان عندك الفامي ورجال واللي هي قلة نادرة الأوروب، تو يقف معاك. ما انا نضمن لكم باش يقف معاك جمعة جمعتين شهر عام عامين، يجيك نهار باش يقولوا لك علي ديكاش. انت خويا لازم كان وقفوا معاك هاك مسلكها، عندك رجال في عيلتك ولا عندك اصحاب رجال في حولة. كان ما عندكش باش تخمم في برشا حكايات. كان عندك دوسيه وانت مقحب من برشا، تحضر دوسيه من قبل ما تطلع ومبرمج. تحضر الدوسيه هذاك فيه مثلا اوراق اللي عندي، مثلا حياتك في تونس مهدب الخطر باش تقدم على لازيل. لازيل شنو هو؟ في الاوروب الكل، وفي كيما نقولوا نحنا في الانظمه اللي عندهم الشنغن، يعني الفيزا التوريستيك اللي انت خارج بيها، تنجم تمشي لدوله اوروبيه اللي تابعه دول الاتحاد الاوروبي، تقدم الدوسيه هذي اللي فيها اوراق اللي تثبت اللي انت حياتك مهدب بالخطر في تونس، وما تنجمش ترجع، خاطر كان باش ترجع حياتك مهدده بالخطر. الدوسيه فما عباد مثلا عملوا دي باجار قبل في تونس، عنده اوراق يبداو مترجمين ويبداو يعني مترجمين باللغه الفرنسيه ولا باللغه الانجليزيه، يعني لغه كما نقولوا نحن مصنفه في التصنيف العالمي من اول اللغات العالميه. هذيك تقدمها اوراق، كان ثبتوا اللي عندي بالرسم حياتك مهدده بالخطر وتستحق يعني باش يعطاوك اللجوء. اللجوء تنجم العام يعطاوك ابارتير من عام ال5 سنين ال10 سنين، وفما بريود معينه كانك انت عشت وتاقلمت مع البلاد هذيك ومع لغتها، ماكش تعمل في المشاكل وتخدم وتنتج وتخلص في اللامبو نتاعك، كيفاش نقولوها انا، اوتوماتيكمون تولي عندك الحق باش تقدم دوسيه، باش تاخو لا كارت دي سيجور ولا باش تاخو لا ناسيوناليتي، نقولو فرونسي اسبانيول ايطاليان ايطاليان نامبورت كيل. بي كان كنت يا خويا ما عندكش اوراق تثبت اللي انت عندك مثلا حياتك مهدده بالخطر، نجم مثلا عندك اوراق تثبت اللي انت سياسيا مهدد في بلادك، يعني ناشط سياسي وعندك برشا تهديدات مهدينك بحياتك مهدينك بعائلتك مهدينك برشا حاجات، تقدم اللي انت عندك لجوء سياسي. نجم حتى الفقر، انت مثلا في تونس داركم مع عباد كيما نقولوا نحن عباد يعني ما عندهم شيء، عباد يعني فقار كيما اغلبيه المجتمع التونسي، نجم تقدم لجوء يتسمى بالمسمى اللجوء الاقتصادي اجتماعي. اللجوء هذايا زاده ماشي برشا، وفما برشا انواع وانماط واساليب باش انت تنجم تقدم اللجوء ويوافقوا لك. كان ما وافقوا لك زاد ما عندهم باش يعملوا لك، يقولوا لك مسيو مثلا عندك 48 ساعه لازم تخرج من التراب الفرنسي ولا من التراب الايطالي ولا الاسباني، وهذيك ديما تقعد ديتاي خاطر ما فما حتى حد ينفذ القوانين هذي، وحتى الدوله بيدها لا ريبوبليك فرونسيس تعرف اللي ما فما حتى مواطن مغاربي قاعد ينفذ في القوانين هذي. كانك حبيت تقعد في البلد هذيك تقعد، من بعد حبيت تخرج تمشي تشوف بلدان اخرى باش تقدم فيها لجوء نجم. مي ريت وقت اللي انت قدمت اللجوء في البلاد هذيك وهما رفزولك، راهو كيش تمشي لدولة اخرى باش تقدم اللجوء هما شي بصموك بالبصمة هذيك
في اي دولة من دول الاتحاد الاوروبي، باش يعرفوك اللي انت قدمت في فرنسا في الدات الفلانية واللي هم ما يوافقولكش. مي هذيك ديما تقعد كيفاش نقولوا انا، ديما تقعد ديتاي، وانت والشانس نتاعك. فما عبد ربي عطيه لا شانس وعطيها الحظ، فما عبد ربي ما كيفاش يقولوها ما عطيهوش، ما فلحش الغادي يجي فلح غادي، ديما تلوج، ما عمرك ما تسلم، ما عمرك ما تعيش. بي اون فيت شنو هي اخر نجم نعاونكم بيه؟ بي من اسهل الدول اللي من سنة 2011 حتى 2017 2018 2018 هي ألمانيا. ألمانيا هي أكثر دولة أعطت بطاقات اللجوء، بطاقات اللجوء أبارتير من عام 10 سنين كما قلنا، كان عطاوك اللجوء وانتي بالرسمي في كي برجع أوراقك من بعديك مضمونين، أوراقك في المكتوب. شنو هي آخر؟ وأما ديما يقعد أسهل 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 حل، كانك معلم وقليب وليدها وعندك ثقة في روحك، خويا العرس. العرس هو أسهل حاجة وأسهل كيما نقولوا نحنا ما تنجم تعمل. المغياج، المغياج بلون ما عادش يكزيسي حاليا، فما المغياج بالرسم، العرس بالحق تنجم تعرس. كان عرست حشيتو حاجة معروفة، مفيد، مكش عامل مشاكل، الدوسي نتاعك نضيف، الكومبورتمون نتاعك يعني عبد نظيف، عبد مريقل، مش يعني تعمل في الخنم مريك تاخذ الاوراق نتاعك. العرس كارت سيجور من لو باش يعطاوك نتاع 6 ولا نتاع عام، بعد العام ابارتير من العامين ينجم يعطاوك 10 سنين. كانك عامل مشاكل وبالطبيعة مشنع روحك حتى مع المرة اللي ماخذها، حتى اوراقك راهي تنجم تطير منك. يعني ما تقولش سيء عرست في الامريكي تبولي خذيت لا تيتغ دي سيجور سيء حشيتو، ما فما حتى حد ينجم يحجي، خاطر لهنا القوانين ما تعرف ظاهرة، ما هيش باش تجي معاك، باش تجي مع بنت البلاد ومع ولد البلاد هون، يعني ما هيش باش تجي مع تونسي ولا مع جزائري ولا مع مغربي ولا مع مصري. هذيك حاجة ظاهرة نعرفوها من غير ما نفسرها لكم. اون فيت في اللي مثلا جاء حرق الفيزا، ديما نحكيو للعباد اللي جاو لفرنسا ولا لأوروب بأمور قانونية، العباد هذوكم ديما راهم فافوري على عبد جاي حارق. واللي انا يعني الحرق مثلا ما نشجعش عليه، كونش الكرتوش، الكرتوش الاخر كان انت ما عندك حتى مثلا نيفو في القرايه، ما نجمتش مثلا تلحم قوريه تطلع بيها، ما نجمت حتى طريقه، وانت خويا مقحبن وما تحبش تعيش في بلد المنايكين في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب، اش تعمل خويا؟ تحرق. من ديما هذيك نخليها اخر حاجه، وانا واحد من الناس ما نؤمنش بيها برشا، خاطر اللي ماتوا اكثر من اللي يحيوا، وحتى حد ما يحب يشوي والديه ولا يشوي عائلته، هذيك ما عمري انا ما نشجع عليها. ديما نشجع امور قانونيه وتتحيل، وفي القانون برشا حيل وتنجم تخرج بيها. اون فيت ومثلا قلنا نحنا المرياج هذيك اسهل طريقه، ثاني اسهل طريقه هي اللجوء، لجوء سياسي، لجوء اقتصادي اجتماعي، وفما برشا انواع كيما نقولوا. وكي انت لهنا كي تجي لهنايا كفرنسا ولا لإيطاليا ولا لإسبانيا ولا لألمانيا ولا لبلجيكا ولا لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، راك المحامي اللي هنا عندك الحق تعمل دي فيزيت مع محامين غراتويتمون، وما تخلص حتى دورو حتى سنتيم، ويعطاوك النصايح الكل ويعاونوك ويوراوك. فما الجمعيات فما برشا جمعيات، فيهم اللي يفعلوا بالحق فيهم اللي ما يفعلوش، يعني جمعيات دي بلا بلا عباد، فما جمعيات حتى راسيست، يعني ما تعاون ولد البلاد لهنايا، تعاون كحلوش مي لي زغاب اون جينيرال، سكورهم طايح برشا. هذيك حاجة معروفة من غير ما نحكيوها، أسبابها تعرفوها. علاش أجنية آخر باهي، نتمنى الفيديو هذا يعجبكم، اللي يعجبه لاشين اوفيسيال نتاعي سور يوتيوب ماكسميل، أبوني، لايك، ما ديزلايك ما نصورش، كان عم تحط ديزلايك، ما تحب تحط ديزلايك مفهومة حتى مشكلة. الفيديو هذا في الشان تاعي، تحب نقولها لكم من الاخر، مانيش نقول لكم انه ما نشجعش، نشجع للهجرة. صحيح قاعد في البلاد، ما عندك ما تنيك في البلاد، اش تطلب من امك وابوك دينار وحق قهوة وحق زبي، ما عندك ما تنيك. اذا كنت تونسي، جزائري، مغربي، مصري، ليبي،
نيمبورت كيل اوريجين تعيش في الفقر، علاش قاعد في سك امها بلادك؟ بلادك يندي بالرسمي، تحب بلادك وتحب تنفع بلادك، اخرج قطع افصع اهرب. كيفاش يقولوها يا عبد؟ انت كان بالرسمي تحب بلادك تحب عائلتك، برا اخرج، برا انتش، قاعد غادي كبتالة وشوماج، اخرج لهنا. لهنا زاد راهو نأكد لكم، راهو نشجع صحيح على الخرجة، مي راهي الخرجة لهنا ماهيش راك باش تخرج باش تلقى طول تهبط في المطار، ولا تهبط من الشقف من الحرقة، باش تلقى قورية تستنى فيك زبور، باش تلقى كرهبة ديكابوتابل ما نعرفش ودي مرسيدس بورش فيراري، انسى ورا الريق هذاك. لهنا تحب تجي راهي صعيبة على الاخر، صعيبة برشا، راهي في ذلوك، راك ماكش باش تلقى برشا رجال، باش تلقى برشا عفاطة، باش تلقى برشا عباد هينيكوك. عندي لازمك في حل، كيفاش نقولها، لازمك خويا تجيب روحك، لازمك صنديد باللغة نحنا تاعنا نحنا العامية، لازمك صنديد وفي حل. مي راك كانك باش تسعى راك باش توصل، نجم تقعد عام عامين بلا شهور، 5 سنين راهوش يجي نهار وراك باش تسلك. كان سلك تعرفوه بلي خويا بقدرك بوراقك بفلوسك، ما فما حتى حد ينجم يذلك، عندك ورقتك يخراولك فيه. اللي يتصرف معاك براسيزم تصرف معاه براسيزم، اللي يتصرف معاك بكومبورتمون باهي بامور انسانيه، احنا نقدروا اي اختلاف عرقي جنسي ديني ما عم بالنا بيه، كافر يقول لي امورك هذيك بينكم ما بين ربي، انا مسلم بيني خويا ما بين ربي، هذيك حاجه انتي ما بين لاتر هيومان والرب نتاعو، ما بينكم ما بين ربي، هذيك ما نجمش نحكيو فيها. من دي كان باش توصل تعمل اوراق، باش تولي تخدم، باش توصل تخلص لامبو، باش تولي عابد، تولي بفلوسك تنجم تعاون دارك، وتنجم تعاون بلادك بالديفيز، تعلي في سكور بلادك، تعطي سمعه باهيه لبلادك. اللي يتصرف معاك براسيزم ما تقولوليش انه يتصرف براسيزم، حتى في تونس نحن يتصرفوا معاك براسيزم، كرزة نيك لكمك، الفقير ينبر على الكرزة والكرزة ينبر على الفقير، يعني ربها رب واحد. لا انا هيك تصرف خويا معاك براسيزم، وانت تبدا بورقك زاد عندك الحق صاحبي تصرف معاه براسيزم، تصرف معاه بامور انسانيه، نتصرفوا معايا عبد بامور انسانيه، ما عندنا حتى ده لا طحين لا قفه لا تلحيس لا زبي، ما نضيعوا على حتى منيك. نتمنى الناس الكل عجبكم الفيديو هذا. الشانيل كيما نعاودو نقولوها سي ماكسميل، الكونت فيسبوك ماكسميل، ما باج اوفيسيال ماكسميل فوتوغرافي. بيه منين نحكي معاكم، نحكم معاكم من الدولة الزبورة برجة، ما مذكورها تاع صحيح هي فرنسا كيما أغلبية التوانسة المغاربة والجزائرية. نتمنى من الناس الكل ابوني لايك وبرشا فيديوهات وبرشا مواضيع، وباش نحكي لكم على برشا حكايات، راهو اي عبد ينجم نعطيه نصايح ينجم يخرج. المينور ينجم يخرج، عائلة بولاد راجل ومرت وبولاد ينجموا يخرجوا، ليش نحكيها في برشا في برشا فيديوهات اخرين. نجم نحكي لكم انت ما عندك حتى ورقة كيفاش تنجم لهنيك تكري، ما عندك حتى ورقة كيفاش تنجم تعيش، كيفاش تنجم تاكل، كيفاش تنجم تشرب، كيفاش تنجم ترقد، كيفاش تنجم تاخذ كورية وانت لهنا، وراها صعيبة القورة لهنا، ما تقولش راني نطلع للأوروب سيب باش نجم ناخذ كورية، صعيبة برشا، مي أنا عندي طرق نجم نوريكم. تحب تقرا لهنا وما عندك حتى ورقة، فما طرق البرسنتاج نتاعها صحيح قليل، تنجم تحصل كيما نقولو نحنا، تنجم تحصل كيفاش نحن نقولها، نجم يعني تضمن روحك. ما عندك حتى ورقة وتحب تاخذ أوراق، فما بعد عوام ونحكي لكم كيفاش، برشا طرق في برشا فيديوهات كيفاش تنجم. من غير ما نطول عليكم، إن شاء الله عجبكم الفيديو، ونتمنى لأي عبد حاطط في مخه وكالب على الخير إن شاء الله ربي يعطيه على قد قلبه، من الرجال برك إن شاء الله، يعني كان الرجال يخرج كالطحانة إن شاء الله يقعدوا غادي. ومن غير ما نطول، السلام عليكم.